تحسبا لموسم فلاحي متوازن وتخفيفا للأعباء المتكبدة من طرف الفلاح الجزائري جراء الأسعار المرتفعة التي تشهدها مختلف حاجياته، وزارة الفلاحة تقر وفق بيان لها اليوم رفع السعر المرجعي للأسمدة الموجهة لقطاع الفلاحة بداية من أكتوبر المقبل. الزيادة هذه اللي رفعتها وزارة الفلاحة احنا نحببها على كل حال، شيء جميل، ولكن هل ترى بسؤالكم وانا نكون صريح معك ان تاتي بالغرض تاع الفلاحين باش نقول ما راحش يكون عنده اثر لان الفلاحين يعانون. الوزارة ارجعت هذا القرار الى الارتفاع الذي تشهده اسعار البدخلات الفلاحية في مختلف شعبها في السوق الدولية، مؤكدة ان خطوتها هذه تندرج ضمن اهتماماتها بالقطاع وسعيا منها للتخفيف من تأثير هذه الزيادة على الموسم الفلاحي المقبل. في جميل أننا نرفع، ولكن لا يفي بالحاجة، أنا أقول هذا وأؤكد، لا يفي بالحاجة قطرة في بحر، وهذه ما تكفيش، لأن الفلاحين والمنتجين يعانون من التهاب جنوني لعوامل الإنتاج، لا رقابة المدخلات تاع الإنتاج، يقولوا احنا اقتصاد سوق، المستوردين تاع المواد عوامل الانتاج يبيعوا يقنوا، ما فيش تقنين، لان يقول لك سوق حره ولكن بارتفاع جنوني. قرار وزاره الفلاحه لقي استحسان خبراء القطاع، كما يعتبر استجابه للمطالب الحثيثه للفلاح الذي انهكه الارتفاع الكبير في اسعار المواد الفلاحيه، وفاتحه لموسم فلاحي وفير وفي متناول الفلاح والزبون.